خير. واليوم 30 حزيران 2021 وتوقعاتنا الفلكيه لهذا النهار، وبدايه مع مولود برج الحمل يلي عم نشوفه مجبر على وضع حدود معينه مرتبطه بامور ماليه او مهنيه بينه وبين احد الزملاء في العمل، وبنفس الوقت عم يسعى لاستكمال معلومات مهمه بتخص اعمال حره خاصه فيه. عاطفيا ما عم ينفتح لك المجال اكثر للاستفاده من الوقت بتغيير مسار علاقتك مع الشريك وللتواصل معه بشكل مباشر بدون اي تدخلات خارجيه. مولود برج الثور، ربما تتغيب عن وظيفتك في العمل بسبب بعض الأمور العائلية الملحة أو لأسباب إدارية، بالإضافة لاجتهاد غير معلن مرتبط بتطوير وضعك المالي قد يكون من خلال نشاطات مهنية جديدة. عاطفيا يبدو أن حكمك على الشريك بغير مطرح، وبنفس الوقت انطباعك عنه ما عم بيتناسب مع ظروف الواقع يلي عم بتعيشه معه. مولود الجوزاء، عم تتنوع أعمالك ونشاطاتك المهنية وعم يصعب عليك التركيز على أكثر من عمل بوقت واحد، ولكنك رح تجتهد على معالجة الأمر بالطريقة الأفضل. عاطفيا بداخلك عتب عاطفي كتير كبير ما عم تقدر تفسر أسبابه الحقيقية، ومن المحتمل تكون مرتبطة بتصرفات الشريك وبالتسهيلات الخيالية يلي قدمت له إياها بدون أي مقابل. مولود برج السرطان، عم تسعى للتخلص من حالة الفوضى وعدم الاستقرار المهني يلي عم بتعيشه بالوقت الحالي، ونصيحتنا لك ما تراهن على الاحتمالات الوهمية المرتبطة بالخارج. عاطفيا تركيزك واضح على استقرارك النفسي والمادي أكثر من أي شيء ثاني، وبنفس الوقت عم تتجنب التهور بعلاقتك مع الشريك او الدخول باي خلاف محتمل معه. مولود برج الاسد، ابتعد عن القرارات السريعه المرتبطه بانتقالك من مكان الى مكان على الصعيد المهني مهما كانت المغريات المطروحه قدامك، ومن الضروري تركز على تحسين احوالك الماليه من خلال بعض الاعمال الحره. عاطفيا توقع مبادره لطيفه من الشريك ممكن تحسن من سلبيات المواقف السابقه يلي عشتوها سوا، بالاضافه لبعض المخاوف المرتبطه بورقه عقاريه. مولود العذراء، من المتوقع يتحسن وضعك المهني بالتزامن مع التغييرات المستجدة يلي عم ينحكى فيها بداخل محيطك المهني، وتبدو متأمل بحسم الأمور لصالحك بمجال تاني. عاطفيا علاقتك مع الشريك رح تحتاج لتوضيحات مهمة مرتبطة ببعض النقاط الخلافية الحساسة، ومن المحتمل تقلب الصفحة معه بشكل ودي أكثر. مولود الميزان، عم بتعيش نوع من الشتات المهني بسبب عجقة الأفكار والخطط البديلة الحاضرة عندك لحل حالة أي مشكلة ممكن تواجهك في العمل، وبنفس الوقت تبدو أهدافك المالية هي أولوياتك حاليا. عاطفيا لربما تتفاجأ بمشكلة عائلية تشغل بالك، ومن المحتمل تكون سبب بتوتير الأجواء بينك وبين الشريك فانتبه. مولود برج العقرب، عم تشعر بالملل من روتين وضعك المهني، ومن المحتمل تتلقى أخبار مريحة ومهمة مرتبطة بتفاصيل المرحلة القادمة، بالإضافة لقرار بالانتقال إلى عتبة بيت جديدة. عاطفيا تسوية عاطفية مستجدة بتخص استقرار علاقتك مع الشريك لا تخلو من التعاطف الملموس بأسلوب تعاملك معه. مولود القوس، لربما يتطلب موقعك الجديد التركيز على التقارب ووجهات النظر بينك وبين أحد الزملاء في العمل، بالإضافة لفرصة عمل جديدة عند الراغبين بالانتقال إلى وظيفة غير وظيفتهم الحالية. عاطفيا جوانب كثيرة بتخص حياتك العاطفية من الضروري تحريكها بالشكل الصحيح، بالإضافة لسعي جدي مرتبط باسترداد بعض الأموال المجمدة الخاصة فيك. مولود الجدي، لربما تحصل على معلومات مرتبطة بإزاحة زميل عمل من منصبه وما كان سهل التفاهم معه بالكثير من الأمور المهمة اللي بتخص بعض المسؤوليات المشتركة بيناتكم. عاطفيا بداخلك قوة كبيرة عم تتحكم بمصير علاقتك مع الشريك بطريقة حكيمة بالرغم من الأجواء الباردة اللي عم تتسلل على علاقتك أو على حياتك. مولود الدلو، الفلك عم يتحدث عن فرص مهنية وحلول لمشاكل خاصة كانت مجمدة لفترة طويلة، ومن المحتمل تفتح لك المجال لتنشيط علاقاتك العامة مع بعض المراجع المهمة. عاطفيا أجواء علاقتك مع الشريك عم بتوفر لك الفرصة المناسبة والجدية لتقوية مشاعرك معه، ومن المحتمل تكشف لك أمور مخفية بتخص علاقتكم سوا. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت. عزيز الحوت، رح تعتمد أسلوب جديد مع جهات قادرة على تحسين ظروف عملك بما يتناسب مع خبرتك ومسؤولياتك المهنية السابقة، وتبدو متفائل بالنتائج القادمة. عاطفيا تبدو عفوي بمشاعرك وبطريقة تصرفاتك مع الشريك، وبنفس الوقت عم بتعاني من إهماله إلك بالكثير من المواقف والارتباطات اللي بتجمعكم سوا. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. تضلكم بألف خير، بشوفكم بكرة، باي باي.